بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه الخضر والبيوت المحميه والزراعه عموما، اهلا وسهلا بحضراتكم. في ظل ارتفاع الاسمده المبالغ فيه، فبنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقدر نعمل اسمده، اي نعم عشان نكون صادقين مع بعض، النسبه مش هتكون زي السماد اللي انت بتشتريه، لان حتى الشركات الكبرى اللي بتصنع الاسمده في تباين في درجه نقاوه السماد والجوده بتاعت السماد نفسه، فما بالك بقى ان احنا بنحط فكره كده وبنحاول يعني نفصص السماد ده، هو اساسا هو اتصنع منين، ومع ذلك بنحاول نصنعهم على ايدينا بحيث حتى لو الكواليتي بتاعه يعني يصل ل 70-80% ممتاز جدا، ما عندناش اي مشكل خالص، تمام. فالنهارده بنتكلم عن نترات الكالسيوم اللي سعرها راح في السماء. انت عايز النهارده تحط كالسيوم واصبحت الامور عندك صعبه جدا. اساس تصنيع نترات الكالسيوم هي كربونات الكالسيوم، اللي هي كربونات الكالسيوم اللي هي بودره البلاط، تمام، او كبريتات الكالسيوم اللي هو الجبس الزراعي، تمام، او بيبقى فيه الاكسيد الكالسيوم، اكسيد الكالسيوم اللي هو الجير الحي، او بيكون هيدروكسيد الكالسيوم، تمام. طيب انا النهارده عايز فكره بسيطه كده، مش عايز احط كربونات الكالسيوم بتاعه البلاط في الارض. ليه؟ لان اساسا هي قلويه، فبالتالي هتعمل لي مشكله، تمام. طب امال اعمل ايه علشان اطلع من معضله نترات الكالسيوم دي؟ احط كبريتات الكالسيوم اللي هي الجبس الزراعي اللي الرمز الكيميائي بتاعه السي اي اللي هي الكالسيوم، السي او 4 اللي هي الكبريتات، والاتش 2 او على حسب ما بتحط يعني، تمام. يبقى هنحط كبريتات الكالسيوم، هنحط كبريتات الكالسيوم اللي هو الجبس الزراعي. طيب انا عايز مستوى عالي من كبريتات الكالسيوم في الارض، او في الكالسيوم عموما في الارض، احط الجبس الزراعي، تمام، حط ماده عضويه الاول مع الزرع بتاعي، واحط جبس زراعي، واظن ان هو رخيص جدا، اي كميه، ما تقوليش اصل الكميه كام، لا حط اي كميه، تمام، اي كميه، ولكن انا في اعتقاد الشخصي ان الفدان ل 4000 متر مربع لا يقل عن طن او طن ونص او 2 طن، هو رخيص اساسا، تمام. وهتيجي اثناء التسميد حضرتك هتبدا تسمد بحاجه حامضيه. طب افضل حاجه حامضيه نسمدها مع كبريتات الكالسيوم هي ايه؟ حمض النتريك شاطر، حمض النتريك. ليه؟ لان اساس تصنيع نترات الكالسيوم هي الجبس الزراعي او الكربونات الكالسيوم او الجبس الزراعي اللي هو كبريتات الكالسيوم مع حمض النتريك، تمام. ف هحط جبس زراعي، تمام، وهبدا في السنه اسمد، افضل يعني كميه على الاقل اسبوعيه مره تسمد بحمض النتريك. لو انت عندك بيت محمي او عندك طماطم حقليه او عندك اي شيء خضر، هتعمل القصه دي، هتحط ماده عضويه وتحط كبريتات الكالسيوم، تمام، اللي هي الجبس الزراعي يعني، اللي هي السي اي السي او 4 7 اتش 2 او، تمام، وبتحط معاها حضرتك بتسمد في خلال مع خراطيم الري، هتسمد حمض نتريك. وبالتالي اذا حصل عندك، يعني انا بقول لك ان شاء الله الامور عندك هتكون ممتازه جدا اطلاقا، لان اذا وجدت الماده العضويه وحمض النتريك اساسا لا يوجد نقص للكالسيوم. هقول لك على حاجه، وانا حضرت كتير مناقشات رسائل دكتوراه وماجستير، علماء الاراضي بيخانقوا في علماء الخضر، دول بيقولوا اراضي مصر يمكن يحصل فيها نقص كالسيوم. ليه؟ يقول لك نسبه كربونات الكالسيوم عندنا عاليه، احنا بنضيف ماده عضويه، الماده العضويه هتعمل احماض، تمام، واحنا بنسمد احماض اساسا زي حمض النتريك، فبالتالي في جزء كبير جدا من
الكربونات الكالسيوم اللي هي موجوده في الارض ده ايه تمام، اللي هي بودره البلاط ديت اساسا بتتحول لنترات كالسيوم تمام. فزي ما قلت لحضرتك كده، او اما كان اما انك انت تسمد عن طريق انك تصنع نترات كالسيوم سائله مثلا تمام. نترات الكالسيوم السائله زي ما عايز تحضرها يعني كده مع نفسك، هتجيب برميل من اللي هو 200 لتر تمام، وبتحط فيه 100 لتر ميه، تحط فيه 100 لتر ميه وبتحط عليه حمض نتريك، بتحط بتضيف على النتر ال 100 لتر ميه دول بتحط عليهم حوالي 80 لتر حمض نتريك. حمض النتريك ده بيكون خمسة التركيز بتاعه 55% تمام، وبتقعد تضيف عليهم 2 شكارة بودرة بلاط، بودرة بلاط تمام، بتاخد بالكوباية وتضيف، كل ما بتضيف كل ما بيحصل تفاعل كيميائي، تقعد تضيف لحد البقللة والتفاعل الكيميائي ده هو ما بيخلص معاك خالص تمام، وبالتالي هيبقى عندك خليط او سائل من نترات الكالسيوم ديت هتسمد بيها، مفيش اي مشكله خالص عندك في انك تسمد بيها. واحد هيقول لي طب ما انت حطيت بودره البلاط اهو، انت بتقول لنا في اول الفيديو ما تحطوش بودره بلاط عشان البي اتش بتاعها عالي. لا انا هنا حطيت على حامض، فانا حولتها من صوره الكربونات الكالسيوم الى صوره نترات الكالسيوم. خليك ناصح وركز كويس، واللي عايز بصراحة ربنا يستفاد أكتر من القصة ديت ياريت يتابع الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم أستاذ الأسمدة في جامعة قناة السويس، عامل كذا فيديو على القناة بتاعته، حاجات كويسة جدا وتقدر تستفاد منها. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.